نشكر زميلتنا عبير النقبي، وما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في صباح الشارقة. التكنولوجيا الذكية مصطلح أصبح يحيط بنا من كل جانب، فمع زيادة شغف الإنسان في تسهيل الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية جاءت أفكار عظيمة ليصبح الخيال واقعا ملموسا. اليوم يشرفنا في الاستوديو وجود الأستاذ والمهندس رائد الديك، وهو استشاري المدن الذكية، حتى يحدثنا أكثر عن مشروع المسجد الذكي. صباح الخير، يعطيك ألف عافية أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله معنا. طيب، كنا نتكلم خلال يعني التقرير عن مفهوم ومصطلح الأتمتة الذكية. الأتمتة الذكية خلينا نشرحها نحن بشكل بسيط للسادة المشاهدين. هي لازم يكون التصميم عنا لأي مشروع ذكي، ويكون عنا المعدات الموجودة ذكية أوكي، متوافقة مع التصميم تبعنا، عشان تكون عنا المخرجات كمان تكون ذكية بتلبي احتياجات الشخص أو المشروع بشكل عام. بتكون أحكيكم على المسجد الذكي. نحن هذا مسجد نحن حابين نحكي فيه. نحن قمنا بتطوير المسجد الذكي بكتير أشياء. خلينا نقول واجهنا مشاكل نحن في صرف الماء والكهرباء. خلينا نقول الرواد المسجد بيجوا على المسجد، منهم بينسوا مثلا الحنفيات تكون مفتوحة، المي بتكون مفتوحة أو ما بيسكروها بشكل كامل، ومنهم بيخلوا الأبواب مفتوحة، النوافذ مفتوحة. فقمنا نحن بوضع حساسات وسنسرات، اوكي، هاي السنسرات كلها متوافقه مع بعضها، بحيث انه اي ليك في المي اوكي بيعطي تنبيه فبتسكر اليا تلقائيا. وخلينا نقول مياه الشرب الموجوده خارج المسجد اللي بتستخدم لغير اغراض المسجد، خلينا نقول منهم بيستخدموها لغسيل السيارات وهذا شيء غلط. فنحن حطينا كمان سنسرات بحيث انه قبل الاقامه او قبل الصلاه اوكي بنبعث مسج فبتفتح اليا للشرب للناس. هاي وعمان كمان عملنا داخل المسجد انه الصلوات بتختلف، فالاشخاص اللي بيكونوا موجودين في الجامع في صلاه الصبح بيختلفوا عن الموجودين في الظهيره. فمشان نوفر الطاقه على حسب رواد المسجد تشعل الاضاءه، بيشعل التكييف، اذا في ستائر تسكر الستائر. كمان حتى آليا البخور بيعطينا البخور قبل مثلا الإقامة بأربع خمس دقائق بيجي البخور. فدخلنا هاي التكنولوجيا نحن مشان تتماشى مع العصر ومشان راحة المصلين ونعطي الطابع الحضاري للإسلام والمسلمين. يعني حتى الرخاء في العبادة، يعني اليوم الناس تحتاج أكيد يعني لهذه. إحنا نشوف ما شاء الله مثل ما تفضلتوا من صرف المياه، من البيبان المفتوحة، لكن هل هناك يعني حتى تشمل أبواب المسجد الرئيسية مثلا متى تفتح متى تسكر؟ حتى القائم على المسجد بإمكانه لكل صلاة من الصلوات يبعث مسج. فهذا المسج بيكون سيناريو، خلينا نقول سيناريو صلاة الصبح. انه يكون التكييف ملائم فرضا لحالة الجو خارجية الخارجية. الحالة الخارجية مثلا اذا كانت رطوبة او برد، مش معقول يفوت لجوه ويلاقي كمان الحرارة تكون فريزر. كيف عملنا كومبيرينجز، ففي عنا حساسات موجودة خارجية وحساسات داخلية بتحسب كمية الحرارة الخارجية والداخلية وبتعطيه المصلي افضل الطرق والجو المناسب للملائم. ما شاء الله. يعني الان استاذ في توجه عالمي نحو موضوع الطاقة النظيفة وموضوع عدم هدر الموارد وغيرها، وتشوف ايضا ان في تحرك كبير من قبل امارة الشارقة فيما يخص هذا الموضوع، وتم التجديد على موضوع المنازل الذكية في السنوات القادمة. الفرق اللي لاحظته او اللي راح نلاحظه ما بين المساجد التقليدية وما بين المساجد الذكية من ناحية هدر الطاقة وتوفير الكهرباء والمياه؟ طبعا بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سلطان الله يطول في عمره ان شاء الله، راعي العلم والعلماء، يعني طبعا توجيهاتنا كلها رح تكون ذكية مشان نخفف من الهدر الموجود في الطاقة. طبعا المسجد التقليدي صرفه للمياه والكهرباء تقريبا حوالي 50 لـ60%، بينما المسجد الذكي بيحاول يوفر هاي الكمية بين النسبة والتناسب بيناته. طبعا ما بس توفير، بوفر في العمر، بيطيل في عمر الفالف، خلينا نقول اضاءات، بيطيل في عمر الماكينات الموجوده الافتراضيه. ف
وفرنا في الطاقة، وفرنا في العمر الافتراضي، قدمنا كل سبل الراحة للناس. فهذا اللي هو التوجه اللي نحن هلا متوجهين فيه بصرف العالم. طيب استاذ، يعني الحين في مساجد ما شاء الله آلاف المساجد أو مئات المساجد موجودة، هل راح يتم استبدال هذه المساجد بالتقنيات الجديدة، ولا راح تقومون بالمساجد الجديدة اللي راح تنشأ مستقبلا؟ لا بإذن الله، نحن في عنا توجه للمساجد، نحن عنا كاتيجوريز لكل مسجد. أوكي، فالمساجد الكبيره اللي ما أنا مصممه انه تكون ذكيه، هي مصممه معماريا انه يكون فيها اكسس بانر. فهاي الاكسس بانر نحن راح نعمل ريوايرنج اجين لكل الموجود. اوكي، ونحط المواصفات الذكيه. بالنسبه للمساجد الصغيره اللي ما بيكون يعني حجمها صغير، راح نحط الاشياء اللي تخدم المسجد. اوكي، وحتوفر كمان فيه الطاقه والماء بس بامكانيات اقل. طيب خلينا نقول المسجد الكبير، احنا هلا عم نهتم بالجانب النسائي اللي فيه مثلا. خلينا نقول الحرمي ممكن بدها تسال الشيخ عن سؤال، بده يكون بجوز يكون برايفسي، بجوز يكون يعني شخصي او ما بدها حد يسمع او شيء. فعندنا طريقتين، اما تساله عن طريق التاب، هو بيرد عليها عن طريق التاب، بيكون بابليكس. اوكي، او تساله عن طريق الهيدسيت. اوكي، ويرد عليها بشكل شخصي. جميل. وكمان نحن اهتمينا هلا بالمرحله الاخيره بالسبيشال نيدز اللي الاحتياجات الخاصه. اوكي، كمان وفرنا لهم كل سبل الراحه في المسجد، فاللي بده يجي يعني على المسجد بيكون مرتاح بكل الجوانب ان شاء الله. طبعا انا حاب اسالك عن نقطه مهمه جدا، هي موضوع هدر الماء عند الوضوء. يعني هذه مشكله نشوفها بشكل كبير، وكانه يعني انت كمصلي رايح تؤدي عباده، اديها يعني بالطريقه السليمه او بالطريقه الطبيعيه. عمليه هدر الماء بكميات كبيره بسبب او بحجه الوضوء، هل في اي حلول لهذا الموضوع؟ طبعا نحن عملنا حل هلا، يعني الحمد لله رب العالمين، فضل رب العالمين. الحل هو انه هذا الماء الموجود من الوضوء الزائد بنحطه في خزانات وبنصفيه، بنعمل فيه الاريجيشن سيستم او سقي الزريعه الموجوده. فهي من ضمن الحلول اللي نحن عم نقوم فيها هلا. بس انا بفضل انه دائما المشروع مشان يكون ذكي لازم يصمم في البدايه انه يكون ذكي، مشان ما يصير الشغل دبل يعني، او يكون مرتين موجود. نعم. طيب استاذ، في الحين يعني التطبيق هذا هل طبق في المساجد ولا لسه؟ والله صراحه طبق في مسجدين في اماره دبي. ان شاء الله باذن رب العالمين رح نطبقه في اماره الشارقه. وادى نتائج يعني كثير ممتازه الحمد لله رب العالمين. طيب شو المشاكل او اكثر يعني الامور اللي تم التركيز عليها وكان الهدف من ذلك تطويرها او حل مثل هذه المشاكل؟ ذكرنا مشكله مثلا هدر الماء في الوضوء، شو هي المشاكل الثانيه اللي ركزت؟ المشاكل الثانيه مشاكل التكييف الموجوده داخل المسجد. المشاكل الثانيه الاضاءات اللي عم تنهدر بشكل ما معقول. يعني احنا حتى نشوف بالجامع موجود كذا مفتاح، نحن عندنا مفتاح واحد، هذا المفتاح له اوقات على حسب الصلوات بيزيد الاضاءات المخصصه لكل صلاه. هذا بشكل عام يعني نحن نقدر نتوصل له. في عندنا مشاكل يعني اي عمل لا يخلو من المشاكل. نحن عندنا مشاكل نحاول ان شاء الله نحلها. تعرف بايام الاعياد برمضان بيجوا الاطفال كثير مع اهاليهم، فبيكون يعني كراود وعطف. فعم نحاول نعمل شيء اسمه الخيمه الذكيه. هاي الخيمه بتكون مخصصه في هذه الاوقات. اوكي، مع ناس مختصين يعني مع حاضنين ومع ناس مختصين مربيين بهالمجالات، وراح نعطيهم لكل ولد تاج بيلبس في ايده هذا التاج، وتاج مع الوالد ووالدته، بحيث انه كل المصلين يكونوا مرتاحين. في استاذ يعني مثلا بعض في ساعات مثلا صلاه الجمعه او الصلوات اللي تكون يعني فيها ازدحام بالنسبه للمصلين، يكون في كتمه مثلا، يكون في ضغط مثلا الاكسجين مثلا، كثره التنفس وكذا، هل هناك في آلية لتنقيات هذه الاجواء الموجوده داخل المسجد؟ انت بتحكي عن تكلمت حضرتك عن تقنيه التهوي. نعم. طبعا
طبعاً هاي في الحالة بس نحن بالأمان يعني ننفذت هذه في الفلل ما نفذناها بالجامعة بس هلا هاي الفكرة فينا ننفذها أنه نعمل بافينج أكسجين بحيث إذا نزل الليفل تبع الأكسجين الموجود في الجامعة نعمل يكون متوازن بكمية معينة. ما تكلم الأستاذ هذا على والدتي إن شاء الله يعني طريفة يعني إن الحين مصلين ما شاء الله في وقت الزحمة الناس تزاحم وأنت مثلا على الخط خاصة في بعض المساجد اللي فيها الناس غير واعية يدفعون وكذا وهذا وأنت في خطك يعني لكن حسبت في النص ما تعلمين ولا يمين ولا يسار ما تقدر حتى تتكا في آلية ذكية ممكن خلينا توقف والله هو الوعي والشهادة القدر يعني نحن نهتم بتطوير منانا ذكية وجوامع ذكية لا بد أن نهتم بتطوير رسالة أن يكون إنسان ذكي ومستخدم ذكي لهذه المرافق أهمية يعني التوعية والتثقيف نحن مثلا رح يطلع شخص رح يقول كلنا نصلي من سنين نصلي ما في داعي أن نتقف حول هذا الموضوع لا لا بد أنك تتقف عملية دخول المسجد باستخدام الياه والحفاظ على هذا كان هذا من الأشياء الأساسية التي لابد أن تبغسها طبعاً نحن الجوامع الذكية اللي عملناها في آلية نبعت بلوتوس على حوالي المسجد بذكرك في الأذكار صباح بذكرك في دخول المسجد بذكرك في خروج المسجد طبعاً الوعي والثقافة هذا شيء أساسي أنا ما فيني ابني شيء ذكي إلا لما يكون أنا الخلفية عندي تكون ذكي وعندي معرفة في الأشياء اللي حوالي حول العالم تجاه الناس كلها يعني على العالم على الأشياء الذكية المسجد الذكية أستاذ موجودة حالياً يعني شيء مطبق من حول العالم طبعاً بماليزيا في أكثر من مسجد تطبق فيه في المملكة العربية السعودية في أكثر من مسجد وهلا اعتمدوا في المملكة العربية السعودية كمان في الإمارات العربية المتحدة في كمان أكثر من مسجد في أكثر في الإمارات حول العالم يعني ما شاء الله يعني هلا لا شوف التكنولوجيا رح تدخل داخل بيوتنا داخل بيوتنا بينا الولد الصغير عمره 4-5 سنين بماسك الأزمة إذا التكنولوجيا رح تطبق بهذه الطريقة فنحن أكيد نرحب فيها بشكل كبير يعطيك العافية كل الشكر والتقدير وجودك معنا يعني سلسلة سعد جدا الحديث معك وعرفنا أكثر أستاذ على مشروع المسجد الذكي كل الشكر والتقدير لمهندس رائد الديك والشارع المدن الذكية حتى وعرفنا أكثر على موضوع المسجد الذكي يعطيكم العافية إن شاء الله يا ربنا يعني نرى هذا التطبيق في أول إن شاء الله إن شاء الله شكرا مشاهدينا مستمرين معكم في صباح الشارقة فاصل بعد فاصل نواصل خليكم معنا